للمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الدكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. دكتور سمير، بعد التحية، كيف تقرأ المشاركة الواسعة من الأطياف كافة في الحوار، وكيف لهذه الأطياف أن تسهم في إنجاحه؟ هذه الحقيقة بردك يا دكتور عمرو. الحقيقة الحوار الوطني من اسمه هو المفروض يمثل كل الوطن. الحضور بيمثلوا طوائف مختلفة، توجهات مختلفة، أحزاب مختلفة، وده الأساس في الموضوع. أساس الموضوع أن تخرج فكرة تعبر عن عموم الوطن، لا تعبر عن حزب أو حكومة تشارك فيها كل الدولة المصرية. وطبعا هو في فرق ما بين الدولة والحكومة. الدولة بتشمل الحكومة بتشمل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية والنقابات وكافة القوى الوطنية، عشان لما يكون في مخرجات لهذا الحوار تكون تعبر على إجماع هذا الوطن. كيف يرى الوطن مستقبل الوطن، مستقبل العملية السياسية، مستقبل التطور والتنمية؟ فده مهم الحقيقة. كل مكان التمثيل يمثل كل الأطياف وكل التوجهات، يكون تمثيل متجانس ومتماثل ويمثل هذا المكان. دكتور سمير، برأيك ما هي أهم الملفات المطروحة للنقاش على مدار الجلسات؟ أيضا هل هناك نية للخروج بصيغة توافقية بين الأطراف المختلفة، أم أن الأمر أن كل طرف يطرح رؤيته دون رغبة في الوصول إلى صيغ توافقية؟ الموضوع هو موضوع التوافق وليس الاتفاق، يعني هو في فرق ما بين الاتفاق والتوافق. المفروض ان الجميع بيسعى الى مصلحه واحده، وطن ديمقراطي مستقر ينمو ويتقدم ويعيش فيه الجميع سواء امام القانون، ويتحلى الجميع بقبول الاخر. لكن الفرق بيكون في اليه ورؤيه كل طرف لتحقيق هذا الهدف. كل اللي حاضر عايز اهداف مشتركه، اقتصاد قوي، مؤسسات وطنيه قويه، امن، طبعا امن في الاسبقيات، وممارسه سياسيه طبيعيه تحقق الهدف من الممارسه السياسيه وتشجع الجميع في الانخراط في السياسه. انخراط في السياسه مش احزاب فقط، لما يكون في انتخابات ويخرج المواطن للاقتراع فهذه مشاركة. عندما يشارك المواطن حتى على التواصل الاجتماعي مفروض يشارك بمسؤولية لتحقيق الغايات العليا لهذا الوطن. في ضامن للوصول للتوافقات المطلوبة ان الاختيار شمل الجميع، فبالتالي حتى لو كان في صوت يعني لا يعبر يعني يخرج عن الاجماع، فطبيعي الأغلبية هتكون مع التوافق، نثق في التوافق ونثق في أن الدولة هي الضامن. وأكرر، الدولة هي الحكومة والمؤسسات والأحزاب والنقابات والمواطن، كل دي الدولة. أن الدولة ضامنة أن ما يتم التوافق عليه هيكون لصالح هذا الوطن وسيكون له قابلية وبل حتمية التنفيذ على أرض الواقع. طب دكتور سمير، يعني نحن على أعتاب الجمهورية الجديدة، هل نحن أيضا على أعتاب عقد اجتماع جديد لهذه الجمهورية الجديدة؟ بالفعل. السبب هو يعني من ستك من التسمية، الجمهورية الجديدة تحتاج عقد اجتماعي. وبرضو عشان يعني نبسط الأمور للناس، الدستور هو عقد اجتماعي وليس وثيقة سياسية بيتفق عليها الجميع، بصرف النظر عن آلية الدساتير سواء بالجمعيات التأسيسية المعينة أو الجمعية التأسيسية المنتخبة أو أي طريقة كانت يعني. لكن في الأخير نحتاج لعقد اجتماعي جديد عشان يكون هناك تناسق ما بين الرؤية الوطنية للقوى السياسية والشعب والحكومة والدولة مع القانون مع الدستور، ما يكونش فيه هناك تناقض ما بين الدستور والقانون، وخاصة أن الدساتير نحن من نكتبها ونحن من نطبقها ونحن من نحترمها. فبالتالي ليس هو في الأخير هو وثيقة بشرية يعني اللي كاتبينها بشر، فتحتمل التعديل المراجعة والتعديل حسب تغير ظروف كل عصر. هناك إننا نحن في يعني على وشك عقد اجتماعي جديد، اللي هو بقى هيكون
مستمر معانا في الجمهورية الجديدة بإذن الله يحقق أهدافها إن شاء الله. الدكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية كنت معنا عبر الهاتف، ونشكرك شكرا جزيلا.